شادية بن عيان. نفتة. نفتة وهناك من يسميها ثغر الصحراء، وهناك من يلقبها بالكوفة. هي واحة جميلة رابضة في الجريد التونسي، بوابة الصحراء للقادم من الشمال، سجاد مخملي بسطته الطبيعة على عتبات الصحراء، واحة نخيل وعيون وسواق وخضرة، واحة تمر وظل وماء، شميخة في كبرياء تحيط بها الصحراء من ناحية، وشط الجريد من ناحية أخرى. تغنى بها الشعراء، وصفها المؤرخون والرحالة والكتاب عرب وأجانب. لماذا؟ لأنها تبعث في النفس الطمأنينة والأنس والصفاء والاسترخاء. نفتة عرفت كل الحضارات، قرطاج، الرومان، العرب، فعرفت بعلمائها، بمشايخها، بمساجدها وأوليائها الصالحين. عرفت بمجالس تدريس العلم والفقه والدين، وكانت مقصدا للدارسين والمدرسين. لذلك يحلل الكثيرين تسميتها بالكوفة الصغرى، وهي ثغر الصحراء أيضا بلغة الجغرافيين، تربط بين غرب الشمال الإفريقي وشرقه، وبين القيروان وجنوب الصحراء من بلاد السودان. وهي أيضا بوابة الصحراء، جنات رابضة على طريق القوافل، لون أصفر مختلط بتاج أخضر رصع أعناق النخيل، ومعمار تناغم فيه البيت مع الأرض. مدينة تائهة بين الكثبان، كأنها من مدن ألف ليلة وليلة. عروس الصحراء التي أسرت بجمالها البسيط كل من زارها وتأمل شمسها لحظة غروبها ورأى واحاتها. ألبوم صور من تونس تلتقطها شادية بن عيان.